أهلا وسهلا، وأنا بدوري أرحب بيكم وأرحب بقناتكم صدى البلد. ربنا يخليك دكتور عبد الوهاب. اولا طبعا صباح الخير على حضرتك من واحه السحر والجمال سيوه، ومهرجان الرابع للتمور المصريه بواحه سيوه، وجائزه خليفه الدوليه لنخيل التمر والابتكار الزراعي. هذا المهرجان هو المهرجان الرابع على مدار 3 سنوات سابقه من 2015 لحد النهارده، وجائزه خليفه الدوليه معنيه بتطوير قطاع نخيل التمر هنا في سيوه وفي العالم كله مش بس في سيوه. ماذا قدم مهرجان التمور المصريه على مدار هذه السنوات، وماذا قدمت جائزه خليفه الدوليه من دعم مادي وفني داخل واحه سيوه؟ والله ما شاء الله، سؤال فيه يمكن 4 5 أسئلة. أبدأ بالأول، بعد إنكم أشكر المشاهدين الكرام، وهذا يحصل لي الشرف أن سنويا أكون على شاشة صدى البلد وأشارككم بفرحتنا كلجنة منظمة بهذا المهرجان. المهرجان أولا هو في السنة الرابعة، بدأ سنة 2015، والحمد لله الشرف الأول لكل المشاركين في هذا المهرجان واللجنة المنظمة وكل المشاركين، أنه هذا المهرجان يقام برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا لوحده يعطينا قوة وتشجيع في هذا المجال، لأن القيادة الرشيدة متابعة هذا الموضوع. ثانيا، هذا الجهد الكبير سواء بجمهورية مصر العربية، وحنوصل إن شاء الله لتفاصيله، أو بدول أخرى، هو بتشجيعات ودعم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آن هي النائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظه الله، اللي ماذا بأنه يتابع هذه المهرجانات وهذه الجهود كلها في جمهورية مصر العربية لتنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور وبالدول العربية الشقيقة، وحرجع لهذا الموضوع بعدين. ثانيا، لازم نعطي الحق لأهله، ليست الجائزة لوحديها اللي تشتغل في هذا الموضوع، الجائزة تشتغل بتعاون وطيد مع وزارات، مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة البيئة، وزارة الاستثمار، مؤسسات وطنية إقليمية دولية، منظمة الفاو، منظمة اليونيدو، منظمة الإيفاد، منظمة الإيكاردا، منظمة إيكبا. استطعنا منظمات كتيرة قوي يا دكتور. دولية، وهذا هو اللي يعطينا الإشعاع اللي وصلنا عليه الحمد لله بكل الدول في هذا المجال. ثالثا، المهرجان في السنة الرابعة، هذا يدل على استمرارية وعلى أن المهرجانات السابقة أدت واجبها وحصلنا على منتجات رجعت بالخير للمزارع السيوي، أولا المزارع بجمهورية مصر العربية عامة. التمور في البداية حين وصلنا إلى واحة سيوة 2015، كانت معظم التمور أو البلح لا يزيد ثمنه في السوق على 3 4 جنيهات. بعد المهرجان الأول وصل إلى 15 16 جنيه، والآن نتكلم على 20 جنيه للكيلو. هذا طبعا يرجع بالخير للمزارع. ثانيا، الصناعات التحويلية، ما كان مصنع بسيط هنا بسيوة، طبعا في المصنع الحكومي اللي تم تأهيله وتشغيله من طرف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وفي الآن يمكن عدد المصانع يفوق 10 مصانع خلال 4 سنوات، وهذا السنة سيتم تدشين مصنع جديد، مصنع الزهرة، إن شاء الله بكرة حيتم تدشينه من طرف المسؤولين، ويعتبر أيضا من أكبر المصانع في المنطقة. إذا بدأ التصدير إلى الخارج، إلى دول شمال إفريقيا وآسيا، غرب آسيا، وبالتالي هناك انتعاش للاقتصاد في الاقتصاد الزراعي، قطاع النخيل والتمور. طبعا تعرفون أن هناك معرض التمور، لكن على غرار هذا المعرض هناك مسابقات 10 فئات نشجع فيها المزارعين المنتجين على أحسن منتج، أحسن صنف، أحسن مزرعة، أحسن إنتاج، أحسن مصنع، أحسن تعليب، أحسن ترميم، وهكذا. وبالتالي هناك جوائز 10 فئات كده دكتور عبد الوهاب. 10 فئات، وفي 3 فئات أو 4 فيها الفائز الأول والثاني والثالث. في النهاية عدنا هذا السنة 18 الفائز، وهذا طبعا يحفز الجميع. فيه شيء مهم نقوم به أيضا خلال هذا المهرجان، هو المحاضرات اللي تقام اليوم. في اليوم الثاني فيه تقريبا 17 محاضرة تلقى من أجود العلماء سواء داخل مصر أو خارجها، حول كل سنة يتم التركيز على
عنوان معين أو على سبجكت معين. هذا السنة هو أهمية الابتكار الزراعي في تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور، وبالتالي إن شاء الله توصيات هذا الملتقى حيكون عندها مردود طيب للسنوات المقبلة. في موضوع آخر اللي يهتموا به المنظمون هو البي تو بي. احنا عدنا مجموعة من مستوردي التمور من العالم سواء شمال إفريقيا أو آسيا أو أماكن أخرى موجودين معنا هذه السنة، وحيتم إن شاء الله الإشراف على توقيع عقود تصدير. الصادرات المصرية الآن بدأت تكبر سنة بعد سنة، وأظن الخبراء المختصين من وزارة التجارة والصناعة عندهم المعطيات كاملة، لكن هكذا يمكن أقول أن سنويا تقريبا بدون مبالغة يتم مضاعفة العدد السابق للسنة.